نبينا فمن عن الشقاق والأنبياء يدونه في الفضل وبعدهم ملائكة للفضل هذا وقوم فصلوا اتفضلوا وبعض كل بعضه قد يحمل بالمعجزات أيد تكرما وعصمة البري لكل حق ما وخص خير الخلق أم قد تم ما به الجميع ربنا وعم ما بعثته فشرع لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ فنسخه لشرع غيره وضعف من أذل الله من له منع ونسق بعض شرعه بالبعض أجز وما في ذلك من غض ومعجزاته كثيرة غرب منها كلام الله معجز البشر وزن بمعراج النبي كما روى وبرئا لعائشة مما روى وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تابع وخيرهم من ولي الخلاف وأمرهم في الفضل كالخلاف يليهم قوم قرام بررة عداتهم ست تمام العشرة فأهل بدر العظيم الشان فأهل أحد بيع في الرضوان والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم وأثبتا للأولياء كرامة ومن نفاها فانبذا كلاما وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع بكل عبد حافظون وكيلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو ذاهل حتى الأنين في المرض كما نقل فحاسب النفس وقل الأمل فرب من جد لأمر وصل وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل ووجب الإيمان ووجب الإيمانون بالموت. ووجب الإيمانون بالموت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي أمي على آل بيت الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن أصحابه أجمعين التابعين لهم لا تجد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله يعرفك من بعد وبعد وصلنا عند قول الناظم رضي الله تعالى عنه فجعل بعلومه وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح يعني يجب علينا ايه امران الاول ان نؤمن بالموت وان نؤمن بالذي يقبض الارواح هو الملك الموكل بذلك رسول الموت يعني ايه ملك الموت ملك الموكل بقبض الارواح عند هنا هذه المسألة أيضا واحد يقول يعني هو الموت ده حد بينكر الموت ده أمر مشاهد يعني مرئي مين ما حينكر الموت يعني الموت ده قضية مثلا آمن بها المؤمن والكافر ليه معنى واجب إيماننا بالموت مع أنه ده أمر ضروري أو نسميه كده أمر فطري أو لا أحد ينكر أنه سيموت ولو كان يعني أشقى الأشقياء وأشد الناس إجراما في الأرض أو فسادا فيعلم أنه ميت لا محال ليه معنى واجب إيماننا بالموت يعني كيف نكلف أن نؤمن بالموت مع أنه أمر حتمي أو قضية مفروغ منها مش كده؟ نعم
ده أمر وعظ ده أمر تذكيري ليس أمرا يعني اعتقاديا كونك يعني تستعد أو تمهد أو يعني تتذكر أو تخاف، هذا شيء يعني من باب الاستعداد للموت والخوف والرجاء والأمل، ده أمر فيها إيه واضح؟ لأنه الإيمان اللي هو الحاصل ده أو تصديق الناس التصديق الضروري ليس هو المراد في الناحية الاعتقادية، إنما أنا لما أشوف الناس بتموت وأنا ميت وأبائي وأهلي وقبلي واللي بعدي وأمر كده ضروري أو طبيعي عشان حتى فيه طبيعي كده، لأن الفلاسفة قالوا إيه ما فيش لملك موت ولا عيل، ده هو اختلال في الايه في البنية، فساد المزاج والحاجات الايه التركيبات اللي في الجسم، فإذا فسد المزاج أصبح الجسم غير صالح للحياة، يعني شبهوها بالايه بالفتيلة والدهن اللي هو بيضيء الايه السراج، فإذا انتهى إيه الزيت انطفأ بنفسه، يعني أنا أقول لك كده عمرك الافتراضي كده أو مدة الصلاحية تحت الجهاز ده يشتغل انتهت، يعني مفيش مو هو يعني بذلك بيسموا حاجة اسمها إيه آجال طبيعية، يعني كده مثلا الحيوان مثلا الكلب جهازه كده اللي هو معدلي أكثر حاجة أصلح إنه يشتغل 10 سنين مثلا 18 سنة، القط كذا الإنسان قدروها من 100 ل 120 وكده خلاص يصبح لو وصل 120 الأجهزة اللي فيه غير صالحة للعمل، وعشان كده إيه يموت، اللي ده حاجة طبيعية دي كده. بعد كده يقول في حاجات ثانية أجال إيه اخترامية، في أجل طبيعي وأجال إيه تخترم الإنسان زي إيه الأوبئة يموت فيها بالآلاف والملايين، أو السم وانت كنت شغال مئة في اللي حصل دخلت حاجة في الجسم اسم اخترمته، يقول فلان ده مات واحد تاني يقول اخترمته المنية، يعني ده حاجة زي ايه ده احنا اللي بنصدق ليه غير اللي هم بيصدقوا بيه، احنا نصدق انه في ملك وفي قبض روح وفي شيء بيخرج وفي اجال وفي علم غيب وفي قضاء غيرهم، هم يقولون كده إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا، فهم بيؤمن بالموت برضه ويؤمن بالحياة، لكن هل كإيماننا فهمنا إيه معنى واجب إيماننا بالموت؟ مش إن احنا هنموت لا، يعني نعلم أن الموت حق فيجب شرعا على كل مكلف الإيمان بخلق الله تعالى الموتى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذه القضية اللي احنا بنؤمن بها، فصحيح الكل بيؤمن بالموت لكن إيمان المؤمن غير إيمان الكافر، إيمان الجماعة اللي هم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر غير الفلاسفة، فلاسفة غير الطبائعيين، فالكل مصدق بالموت لكن كل على إيه كل يعمل على شاكلته، كل واحد بيغني على ليله، يعني مثلا لو سألت واحد فيلسوف انت هتموت ليه؟ ما يقولكش ان ربنا خلق الموت والحياة ويستدل كده فلولا اذا بلغت، ما يعرفش الكلام ده، يقول لك والله الارض الطبيعة كده طبيعة في الاجسام دي انها ما تعيش اكتر من كده، امال اللي بيموت ده كده يقول لك لا تخترم المني اختلال سم وباء مكروب، انما لو ترك بدون افات وامراض وحاجة اخره كده زي جهاز انت لو استعملته استعمال سليم بدون يعني فساد في الاستعمال وبدون مثلا يعني ما ينكسر منك وحفظت عليه مهما كان مدة صلاحيته كذا، اما ان اسأت استعماله بدل اجل ليه لاختراني ده واضح؟ هذا الفرق بين ايمان المؤمنين وايمان الكافرين، فنحن نؤمن بان الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن إيه عمل، يبقى إذن نؤمن بأن الله خلق الموت تمام كده، وابتلى به كل ذي روح، يعني طبعا الموت ده يعني فيه هنا قبض روح
فلا بد يكون الكائن يعني إذن الموت ده لمين؟ للحيوان وليس لمين؟ وليس للجماد. يبقى لازم يكون فيه روح الميت. يبقى نؤمن بأن كل ذي روح يموت. ليه؟ لأن الموت هذا طب هل ده الموت ده واجب ولا جائز؟ يعني واجب كده موت واجب بمعنى انه يعني لا يتصور في العقل خلافه، ولا جايز نموت وجايز ما نموتش؟ فالقضية ليست قضية وجوب وانما هي قضية جواز. ممكن ربنا كان يخلقنا بطريقة ما نموتش، نقعد كده احياء خالدين فيها ابدا زي ما يحصل في الجنة ان شاء الله، مش هيتبدل. لا يرون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت الا الموت. فممكن ما نموتش، مش لازم نموت. إذا ربنا قدر نموت يبقى نموت، إذا قدر ألا نموت يبقى لا نموت. إذن الموت ده من مجوزات العقول، يعني شيء في العقل جائز وليس بواجب. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ممكن كان نجعل الخلد، ما دام شيء مجعول لكن لم نجعله يبقى معناها هو في العقل إيه؟ جائز، ولكنه شرعا واجب. إذا من الناحية الشرعية واجب، أن الله تعالى كل نفس قال كل نفس فنصدق به، أن الله تعالى أخبر كل نفس ذائقة الموت. خلاص كده؟ إنما من الناحية العقلية جائز نموت وجائز ما نموتش، لأنه من مجوزات العقول التي ورد بها الشرع، فوجب اعتقادها، وجب اعتقاد الإيمان بها. إنما قبل أن يرد بها الشرع تصبح إيه؟ من الأمور إيه؟ التي يجوزها العقل. فواجب إيماننا بالموت. مذهب أهل السنة والأشاعرة إن الموت ذا ليس هو عدم الحياة، يعني عند المعتزلة الموت ده أمر عدمي، يعني معناها عدم الحياة عما من شأنه أن يتصف بها. مفهوم؟ يعني التقابل بين الموت والحياة عند المعتزلة تقابل عدم وملكة، أما عند الأشاعرة تقابل إيه؟ الضدين. عندنا عند أهل السنة الجماعة أن الموت كيفية وجودية، يعني الموت شيء موجود وجودي مش عدم، كيفية وجودية تضاد الحياة، فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه. يعني الجسم الحيواني لا يعرى عنهما، يعني يا إما في حياة يا إما في موت، ولا يجتمعان. ما نقولش حي وميت معا، واضح؟ يبقى الموت كيفية وجودية عند مين؟ أهل السنة والجماعة. إيه اللي خلاهم قالوا كيفية وجودية؟ قوله تعالى: خلق الموتى. ما دام تعلق به الخلق يعني الإيجاد، يبقى أمر وجودي، واضح؟ إذا مذهب الإمام الإسفرايني ده طبعا من أهل السنة، والزمخشري، يعني الإسفرايني هنا بيجي مع مين؟ مع المعتزلة. قالوا إنه عدم الموت هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل. ده تعريف الموت عند مين؟ عند الزمخشري وإيه؟ والمعتزلة، وانضم إليه مين؟ الإسفرايني الأستاذ أبو إسحاق. إذن فيكون التقابل عند أهل السنة تقابل ضدين، أما عند المعتزلة تقابل إيه؟ عدم وإيه؟ وملكة، زي العمى والبصر. لكن في الآية أنه تعالى خلق، مش كده؟ خلق الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على إيه؟ الذي خلق. والخلق هو الإخراج من العدم، يعني هو الإيجاد، فيكون الموت أمرا وجوديا،
يعني ممكن احنا نرد على الاستاذ ابي اسحاق ونرد على الزمخشري ونرد على نقول لهم الذي خلق، والخلق ايه معناه؟ الايجاد او الاخراج من العدم، فيكون امرا ايه وجوديا. فماذا تقولون؟ قال لك لا، يجوز هنا الذي خلق، يعني برضو الآية ليست دليلا قطعيا على رد ما قاله المعتزلة. قالوا لأنه أنت ليه يا أشاعرة أو يا أهل سنة تقولوا الخلق هو الإيجاد؟ ما هو الخلق أعم من الإيجاد، ممكن يراد به التقدير. هنا الذي خلق الموت يعني قدر، يعني يجوز أن يكون الخلق في الآية بمعنى التقدير، وهو أعم من الإيجاد، إذ العدم يقدر ولا يخلق. إذ معناها ممكن إحنا نتمسك بالآية وهم يتمسكوا إيه بالآية، ما فيش حد أحسن من حد. ويتمسك أيضا يعني في الرد، يعني خلاص احنا دلوقتي ما عرفناش نرد عليهم بالآية، يقول لك ما خلق الخلق له معان ثلاثة، الخلق بمعنى الإيجاد يعني إخراج شيء من العدم إلى الوجود، والخلق بمعنى التقدير وهو يعم الموجود والمعدوم، إذ المعدوم يقدر. إذا خلاص كده ما نفعش الاستدلال، لأنه فيها إيه؟ احتمال، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الخلق يأتي في اللغة أو في القرآن الكريم بمعاني ثلاثة، منها الإيجاد ده اللي احنا ركننا عليه، ومنها التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ومنها ايه؟ ومنها الكذب، وتخلقون إفكا، يعني انت ممكن جنابك تكون خالقا من غير ما تتكلف حاجة ولا تدفع فلوس ولا تتعلم ولا تتدرب، تصبح كذا فجأة خالق. فإن كنت تريد ذلك فعليك بالافتراء والكذب، فتصبح من الخالقين. وتخلقون إيه؟ إفكا. بس كل ما في الأمر الخلق بتاعك أو أمر كذب، مفهوم ملوش حقيقة، لا وجود له، لأنه الإنسان كذا إذا ادعى أن شيئا موجودا وهو لا يكون خالقا، لكن خلق غير حقيقي، خلق كذب. واضح كده؟ كما في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين في الشعراء، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن سواء علينا أو عطف أن ننتقل من الواحدين، إن هذا إلا إيه؟ خلق الأولين. قراءة سبيل، لكن ممكن نرد عليهم بشيء ثاني، نقول لهم الموت ديها كده صح ولا لا؟ هذا العقل ده ما فيش ردود. الموت إيه؟ جائز، والجائز لا بد له من فاعل كده، ما دامت الامر جائز. الجواز ده يعني الجائز ده اللي هو الممكن، الواجب طبعا كرة واحدة، والمستحيل كرة واحدة، اما الجواز يقبل الوجود ويقبل ليه العدم. فطالما هو جائز فلا بد ان يكون له ايه فاعل، والعدم لا يفعل فيلزم وجوده، والنصوص يجب ايه أن نجريها على ظواهرها إلا لموجب، يعني النصوص التي تعلقت بأن الموت خلق أو أمر مخلوق يجب أن نجريها على ظواهرها إلا لموجب يقتضي أن نصرفها عن هذه الظواهر. إذا نقول لهم كده الموت جائز، ليس واجب ولا مستحيل، وطالما هو جائز إذا لابد له من مرجح مخصص للفاعل يرجح احد الطرفين، والترجيح لا يكون الا ايه بمرجح، فدل على ان الموت امر وجودي وليس امر ايه عدمي. واضح كده؟ برضه ممكن يرد ايضا بدليل ايه؟ بدليل عقلي اخر. واجب ايمان بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه معلوم شيخنا الدارين امين. وواجب ايماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. قوله بالموت اي ان التصديق بالموت واجب،
قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. جاء التصديق بالموت واجب أهل ورود الأدلة الشرعية وجائز في العقل. خلاص كده؟ نعم. لأنه من مجوزات العقول. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وهو عرض يضاد الحياة وليس بعدم محض وإنما هو انتقال من دار إلى دار فكل من مات فقد انتقل من عالم الدنيا إلى البرزخ. يعني الموت ليس عدم محض, يعني عدم زي ما يقول كده جزئي أو نسبي. خلاص كده؟ نعم. وإنما هو انتقال من دار إلى دار واجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. فإن من مات على الإيمان تمنى عدم العود إلى الدنيا لأن عالم البرزخ في اتساعه بالنسبة للدنيا كالدنيا بالنسبة لبطن الأم. وأما إن مات على الكفر والعياذ بالله تمنى العود إلى الدنيا لما يرى من ضيق برزخه وعذابه فالدنيا سفينة موصلة. ولذلك هذا في القرآن الكريم هم يتمنون العودة إلى إيه؟ إلى الدنيا عندما يعاينون العذاب في قوله تعالى إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لما شافوا النار يا ليتنا نرد ولا نرد يعني إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات ونكون. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لذلك قال فيها علم السنة الآية أن علم الله تعالى يتعلق بما لا يكون كيف لو كان يكون, يعني أن الله تعالى علم أنهم لا يردون إليه تعلق العلم بما لا يكون لكنه لو كان على فرض أنه حيكون كيف يكون بهذه الكيفية ولو ردوا لعادوا لما هذين إيه؟ إن علم الله تعالى أنهم إذا ردوا مع أنه يعلم أنهم لا يردوا بس على فرض يعني أنهم ردوا سيكونون بهذه الكيفية اللي هي الأولى التكذيب ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه. فالدنيا سفينة موصلة إذا كده يتعلق علم الله تعالى بما لا يكون كيف لو كان يكون. فالدنيا سفينة موصلة للبرزخ والبرزخ موصل لدار القرار. قوله ويقبض الروح أي يخرجها ويأخذها بإذن الله أي يخرجها ويأخذها بإذن الله. يبقى إذن ويقبض الروح ده في دليل مهم أن طالب الروح تقبض هذا يدل على أنها جوهر تمسك فلان قبض عليه. لو كان فلان ده ليس لحم ودم حاجة كده متحيزة ولها جوهرية كيف تقبض عليه؟ لا إذا يقبض عليك إنما لا يقبض على علمك لا يقبض مثلا على عقلك يقبض على شيء يكون إيه؟ جوهر. ذهب بعض العلماء احنا قلنا طبعا المدة اختيار اهل السنة والجماعة انه امر وجودي وليس عدمي لتعلق الخلق به. اما المعتزلة والاستاذ ابو اسحاق قال انه امر عدمي فيكون التقابل بين الموت والحياة تقابل عدم وملكة وعند اهل السنة تقابل الضدين. بعض العلماء على القول يعني توقف كده بعض العلماء على القول بأن الموت وجودي هل هو جوهر أو عرض. احنا قلنا مختار أو اختيار أهل السنة أن المدة وجود يعني شيء موجود وليس هو عدم الحياة عما من شأنه أن يتصف بها. فإذا كان الشيء موجودا فالموجودات إما أن تكون جواهر وإما أن تكون أعراض. إذا المدة لما هو وجودي هل هو عرض ولا هو إيه؟ جوهر. لكن لما نجي في إيه صريح كلام الإمام الأشعري نجد أنه عرض, يعني كأنه الإمام الأشعري وهنا الشيخ في الشرح بيقول إيه وهو عرض اللي هو إيه الموت يضاد الحياة لأن العرض لا يقوم بنفسه
وإنما يقوم بالجوهر اللي هي اللي النفس اللي هي الجسم. خلاص كده الجسم ده هو الجوهر. ومن أعراض هذا الجسم أنه يموت أو يحيا أو يتحرك أو يسكن أو معنى إيه؟ صريح كلام الإمام الأشعري أن الموت إيه؟ عرض. طب وغير الأشعري قال الموت جوهر، ولكنه لا دليل على أحد الأمرين، لأنه سواء كان عرض أو جوهر لكنه إيه؟ أمر وجودي. لو قلنا أمر وجودي، وكلمة أمر وجودي تشمل الجوهر والإيه؟ والعرض، لأن العرض موجود ولكنه قائم بالإيه؟ بالجوهر، ليس قائما بنفسه، والجوهر إيه؟ قائم بنفسه. على أي حال هو موجود سواء كان جوهر أو إيه؟ أو فلا دليل على أحد الأمرين. وبعضهم قال ليس بعدم محض، مش عدم محض، يعني هو عدم الحياة الحركة كذا، لكن فيه ايه شيء موجود اللي هو الجثمان او الجسد. يعني لما واحد يموت مثلا بين عدم ولا بين عدم فيه الحياة، لكنه هو موجود. والبنيت فين ايه؟ انما لو انعدم بالمرة كده كده ارتحنا من الدفن من المقابر، خلاص ما تبصينا لقيناه ايه اختفى من الوجود. لا يكون هذا موت، وإنما هذا إيه؟ فناء أو عدم. يبقى الموت عدم إيه؟ ولكن ليس محضا، إلا لكان إيه؟ لكان فناء. يبقى ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن. يبقى الموت كده ليس عدم محض ولا فناء إيه؟ صرف، وإنما هو إيه عن الموت؟ عدم وهو انما هو ايه انقطاع تعلق الروح بالبدن. واضح؟ وهو اي الموت من اعظم المصائب. مش كده؟ يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض فليس يا ايها الذين امنوا لا اول ايه شهاده بينكم اذا حضر احدكم ان جوا عدل منكم أو فأصابتكم مصيبة الموت. يبقى الموت مصيبة، بل هو أعظم المصائب. في أعظم المات تاني؟ شكرا يا عم سيدي. يبقى الموت من أعظم المصائب، ها؟ وأعظم منه المصيبة اللي أعظم منه الغفلة عنه. ولذلك اللي ورد في ديوان الإمام الشافعي هو إيه؟ وكل ما هو آت قريب والموت من كل ذاك أقرب. مش كده؟ يعني في شيء قريب وأقرب وعجيب وإيه؟ وأعجب. وإيه تاني؟ وصعب وأصعب. يعني كده بينهما كده صعب وأصعب وغريب اسمه العجيب وأعجب، وبعدين إيه قريب وأقرب كده. إيه هو القريب؟ كل ما هو آت قريب، ولكن الموت من كل ذاك أقرب. والدهر في تقلبه عجيب، ولكن غفلة الناس فيه أعجب. شوف كده، يبقى ده ورد في ديوان الإمام الشافعي. يبقى إذن وواجب كده، كيف يقول وواجب إيماننا بالموت؟ أصل الكلام إيه؟ أصل التركيب ده كيف يكون؟ يبقى الأصل إيماننا بالموت واجب. خلاص كده؟ هذا هو أصل التركيب، إيماننا بالموت واجب. ثم ويقبض كلام مستأنف، يبقى كلام إيه مستأنف مراده وواجب إيمان الموت ويقبض الروح رسول، إذا مبتدأ وخبر يعني رسول الموت يقبض إيه الروح.
هذا كلام مستأنف مراد منه وجوب الإيمان بذلك. عندما قال وواجب إيماننا بالموت جاء بكلام مستأنف وهو يقبض الروح رسول الموت حتى يبين أن ذلك أيضا مراد، يعني واجب أن نؤمن بأن الذي يقبض الأرواح هو وملك الموت وليس غيره، مش في اختلاف كما يقول الفلاسفة أو في كذا كما يقول غيرهم. يبقى مراد منه يعني من هذا الكلام المستأنف وجوب الإيمان بذلك. طيب ويقبض الروح ولم يقل الأرواح، يبقى الألف واللام اللي في الروح دي ليه؟ للاستغراق، يعني يقبض روح كل ذي روح، إنسان بهيمة أي حاجة فيها روح، ولو الحشرات قال ما فيه فيها روح، واضح؟ ويقبض الروح يعني الألف واللام للاستغراق، يعني يقبض روح كل ذي كل ذي روح. يبقى الألف واللام ليه؟ يعني العموم، أي أن ملك الموت يقبض روح كل ذي روح. وبعدين لما قال ويقبض، مش ده في النظم ده؟ ويقبض الروح، يعني أصل الكلام ويقبض رسول الموت الروح، أو رسول الموت يقبض الايه؟ الروح. يبقى في النظم إفادة جوهرية الروح، وإلا لم تقبض. يعني روح لو لم تكن جوهرا لا تقبض. إذا في النظم أو فيه ما يفيد أن الروح جوهر. ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أن الأرواح دي أجسام لطيفة، الأرواح نفسها جسم لطيف غير الجسم اللي هو بتاع الكثيف ده، متخللة في البدن، يعني الروح عبارة عن أجسام لطيفة جدا ليس لها كثافة ليس لها وزن، ولكنها متخللة في الجسد، تخلل الماء في العود الأخضر. تذهب الحياة بذهابها، أو قالوا كذا إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر كما قلنا. وبذلك جزم الإمام النووي، جزم بهذا. ومذهب جماعة من الصوفية والفلاسفة أن الروح ليست بجسم، ليست جسما، ولكنها تتعلق بالبدن تعلق للتدبير، وليست داخلة ولا خارجة ولا عرض، بل هي جوهر، يعني جزء قائم بجوهر كده، مجرد قائم بنفسه غير متحيز. ده كلام من بعض الصوفية وبعض الفلاسفة، قالوا إن الروح ليست بجسم ولا عرض، بل هي جوهر مجرد. عارفين ان لما كنا نشرح المنطق المجردات، الجوهر ده قائم بنفسه، طالما جوهر مجرد يعني غير متحيز، متعلق بالبدن تعلق التدبير غير داخل فيه ولا خارج عنه، يعني لانه ما فيش تحيز، لانه لا يقال داخل او خارج الا للمتحيز الذي يكون في جهة او في مقابلة، هو الداخل وهو الخارج، واضح؟ كلمة لا داخل ولا خارج، لانه جوهر مجرد غير متحيز. وده يعتبر من الجنس اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بيسموه الجنس المنفرد، يعني لا فوقه ولا ولا تحته، يقولوا المجرد جوهر جزء جوهر مجرد، يعني جنس منفرد لا تحته اجناس ولا فوقه اجناس، وبالتالي ما فيش انواع. ومنهم قال ده مش جوهر منفرد، ده نوع منفرد، جعلوا الجوهر اللي هو غير مجرد نوع، والجوهر المجرد نوع، وكلاهما تحت جنس الجوهر. ده جوهر، جوهر تحت مجرد وغير مجرد، تصبح نوع، بس نوع منفرد. ف
يعني يمكن تقول جنس منفرد او نوع ايه؟ نوع منفرد. يلا. قوله رسول الموت هو عزرائيل عليه السلام. وعزرائيل ده لم يرد مثلا في القرآن الكريم اسمه، ولم يرد كذلك في السنة الصحيحة انه اسمه ايه؟ عزرائيل، ولكنه ورد في الكتب السابقة يعني في التوراة والإنجيل. ولكن نظرا لأن التوراة والإنجيل لم يسلم من التحريف، يحتمل يكون الاسم صحيح ويحتمل يكون غير صحيح، ولذلك لا نجزم به. يعني ما فيش معنى نسميه ملك الموت نسميه عزرائيل، لكن لا على جهة الايه الجزم والقطع ما فيش معنى نقول عليه ورد. والإسلام يعني دين منفتح يتسع لقبول ايه ما عند الآخرين بشرط أن لا يعارض شيئا في ايه في كتبنا، وما فيش ما يعارض في حياته. يعني في مثلا في القرآن ان اسمه جبريل، في التوراة عزرائيل، واحنا اخترنا التوراة وسيبنا القرآن، ما فيش مناش دخل بالمعنى، احنا لنا دخل باللفظ اسمه ايه، ما هو كله عبد، انت عبد الله، انت ما مش عزرائيل، ولا هتربط اموات ولا حاجة. فما تكلمش في الصفة او في المعنى، تكلم في العلم اسمه ايه. وما فيش حد ملوش اسم. واحد بقول له اسمه، يقول لي ملك، قلت له مش ملك الموت، دي وظيفته او مهمته، يعني مثلا زي شيخ الازهر واسمه اتولد مكتوب في البضاعه، مش شايف ايه الكلام ده، صفته ليه، مش يقول لي قال اسمه هو الملك، مش فاهم ايه الفرق بين الصفه وبين الايه وبين الاسم. يعني المهم والدتني كتبت كده الشيخ للازهر الشريف، اقول له اسمه، يقول لي اسمه ملك الموت، اسموش ملك الموت، ملك الموت ده وظيفته يعني مهمته، يعني زي الشيخ الازهر رئيس الجمهوريه لاسم، الشيخ الازهر لاسم، رئيس الوزراء لاسم، ها سيدنا جبريل رئيس الملائكه له اسم جبريل كده، ليه ده ملوش اسم؟ ليه له اسم بس لم يرد ذكر اسمه في القران او في السنه الصحيحه، لكنه ورد في الكتب السنة. فما فيش مانع نقول ملك عزرائيل لانه لا يعارض نص عندنا، ولكن لا نجزم، لربما يكون من ايه من المحرر، او يبقى نطلقه لا على جهه الايه الجزم والقطع. واضح. ومعناه عبد الجبار، ملك ملك عظيم هائل. مش عبد الله، عبد الجبار. وما ينفعش، لازم يكون ليه اسم كده ايه يخوف شديد، عبد الجبار، عبد القهار، ها كده، عبد المنتقم، عبد الله، لازم يكون في حاجه ايه تهزه مناسبه للايه للعمل بتاعه. ملك عظيم هائل المنظر. ملك عظيم هائل المنظر، مفزع جدا، يعني ممكن لو كان لسه ما جاش اجلك تموت اول ما تشوفه. راسه في السماء العليا ورجلاه في فخوم الارض السفلى. شوف شوف ما وصفه، راسه في السماء السابعه ورجلاه، يبقى معناها ما تجيش تقول كيف يقبض الارواح في المشارق والمغارب وكيف في الهند، ده الارض كلها بين يديه زي الكتاب اللي في يدي الارض كلها. فانت تستغرب كيف قال جاء من الهند وقبض روح واحد في الشام، انت فاكره ديت، يعني فاكره انت ملك الموت شكل، يعني في جسمك وطولك، دولك رجلاه في الايه؟ في تقوم الارض وراسه فين؟ فوق عند العرش، تروح تقول لي كيف يقبض؟ يعني القعر او الاساس اللي تحت، تخوم، يعني انت تنقل تخوم الحجاره الى الاساس. راسه في السماء العليا ورجلاه في تخوم الارض السفلى ووجهه مقابل للوح المحفوظ والخلق بين عينيه وله اعوان بعدد، يعني الخلق كلهم بين عينيه زي صدر في الكتاب اللي قدامه كلهم، وكل واحد فينا يشكل حرف في الايه في فاي حرف يحب يجيبه بسرعه. والخلق بين عينيه وله اعوان بعدد من يموت. يعني كمان حاجه ثانيه، يعني مثلا ربنا خلق كام مثلا مليار، 6 مليار مثلا او 7، او مثلا العالم اللي احنا عايشين فيه غير الحشرات قول 100 مليار، اهو له 100 مليار من الاعوان، يعني لو سلط على كل واحد واحد حيجي. واضح؟ له اعوان بعدد من يموت.
يجذبون الروح حتى تصل الى الحلقوم فياخذها هو بيده. ولذلك هو يعني شوف ما فيش تعارض بين قوله تعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وبين قوله قل يتوفاكم ملك الموت. يعني هم يجذبوها حتى تصل الى ليه؟ ها؟ الى الحلقوم ثم ياخذها او هو بيده، يعني هو يتولى الايه؟ الفصل الاخير من المسرحيه، يسيبهم يشتغلوا لحد اخر حاجه يروح ايه؟ يلا. واعلم ان الله قال حتى هو اسم للملك الموت اللي هو عزرائيل بس واحد، ما فيش اسم يتسموا به اثنين. لا 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 لا، وهو بس عزرائيل ده هو ملك الموت واحد، انما اعوانه كل واحد له اسم. يعني مش انت كل واحد فينا لا عزرائيل وعزرائيل واحد فينا كلنا، لكن له اعوان كل واحد له اسم. انت عاوز تخلي اعوانه نفس الاسم؟ لا، كل واحد له اسم. يا تعالى يا فلان يا فلان يا رجب يا فلان، دي اسماء زي ما لكم في الاسماء. واعلم ان الله قال حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا، وقال تعالى الله يتوفى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فكيفية الجمع بينها أن تقول آية الرسل محمولة على المعالجة، يعني الرسل دول توفوا يعني يعالجون الروح حتى إذا بلغت عند قدميه عند بطني حتى إذا بلغ إذا بلغت التراقي حتى إذا بلغت، يعني معالجة من مرحلة إلى إيه؟ حتى تصل الى المرحله الاخيره ثم ياخذها. اذا ممكن اسناد الموت قبض الروح يعني الى ملك الموت بهذا المعنى، والى اعوانه لانهم المعالجون، والى الله لانه خالق الموت حقيقه هو الذي خلق الموت والحياه، فيسند الى الله تعالى لانه الذي يتوفى الانفس حقيقه، الله يتوفى الانفس حين موتها. قل يتوفاكم توفته رسلنا، فلا تعارض، واضح؟ فكيفية الجمع بينها أن تقول يعني بينها يعني بين إيه؟ بين الآيات الثلاث. آية الرسل محمولة على المعالجة، وآية ملك الموت محمولة على المباشرة بالفعل، وآية قبض الجمع يعني كأن الرسل دول بيخلوها جاهزة كده يروح الملك يجي ياخذها جاهزة على القبض. وآية قبض الله محمولة على الفعل الحقيقي. فالتأثير ليس إلا للواحد الخارجي، هو الفاعل الحقيقي. واضح؟ يعني مثلا في القرآن يقول لك زين لهم الشيطان بسبب أن الشيطان هو المباشر وهو وفي آية ثانية يقول لك زينا، يعني يسند الفعل إلى الله تعالى لأنه هو خالق الهداية وخالق التزيين وخالق هذا خالق الخير وخالق الشر هو الفاعل الحقيقي. وملك الموت يقبض جميع الارواح حتى روحه هو، فيتمنى انه لم يقبض روح بعيضه لما يلقى من الحراره. يعني هو لما يشتغل لما ما يبقاش غير هو، ويساله الله تعالى هل بقي احد من عبادي فيقول لم يبقى الا انا، يقول خلاص جاء الدور عليك. فلما يتجرع هذه السكرات يتمنى انه لم يقبض روح حتى بعوضه، لكن مش حيتمنى ذلك الا عندما يبتلى بالموت حقيقه. كل نفس ذائقه الموت، من ضمن ذلك مين؟ ملك الموت نفسه. كل حي له اعوان من الحيوانات والبعوض والجراد والقمل والضفادع كله. امال يعني بتموت كيف الحاجات دي؟ كده بالطبيعه كده هنبقوا فلاسفه كده هنبقوا ملحدين في الاخر. وفي
لا لا، هذا على سبيل خرق العادة، أن الجماد ده أو الجن ليس له روح، لكن كنا يخلق فيه الحنين والأنين وهذا، وهو ليس بروح. يعني هذا البكاء ده من شأن مين؟ من يكون له روح، فهذا خلقت فيه الحنين والبكاء، وهذا هو ليس فيه على سبيل خرق العادة، لأنه ما مش ممكن اللي يبكي مين هو، أو اللي يتأثر، أو اللي يموت، أو اللي يضحك، أو اللي يأكل، هو عما من شأنه يعني يتأثر. والجدع ليس من شأنه، فإذا جاء منه شيء على خلاف ما من شأنه يسمى إيه؟ معجزة، خرق عادة، يعني خلق الله فيه ذلك من دون إيه؟ روح. مش يجي بعد كده يجي ملك الموت يقبض روح الجلد، لأن الجلد كان بيبكي يعني معناها الجلد ده لسه حي على كده ما ماتش. لا مش كده، معجزة دي. ها؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنه في بعض جعل هذا التسبيح تسبيح دلالة، وبعض قال لا ما ينفعش، لأن الله يقول لا تفقهون وتسبيح حقيقي، يعني خلق الله تعالى فيها التسبيح لتدل عليه، فليس معنى أن هذه الأشياء تسبح يعني أن فيها أرواح. الروح لا يكون في عصب دم، لا، أما من شأنه أن يتصف بالحياة. خلق الله تعالى فيها التسبيح زي ما الحجر كيف يتكلم وليس فيه لسان، مش الحجر مضغط سلام عليك يا رسول الله، مفوش لسان، بل مفوش أصلا مخارج حروف، ولا فيش فم حتى عشان يطلع الصوت. ما تكتسش الأمور بعقلك، ما تكونش فيلسوف، ما حد يضل الفلاسفة إلا الحاجات دي، ما تقولش كيف. ورد بالنص مؤمن وسمعناه الناس اللي سمعت يعني، وطالما هم سمعوا يبقى احنا سمعنا كده. وربنا لما قال الرسول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، تقول أنا ده بيخاطب رسول يقول ألم ترى، أنا لم أرى، أنا مش لا قدمت، هو رأى فأنت رأيت بس بإيه؟ بقلبك. إن قلت إن شهداء المحبة والغريب وبعض أفراده ورد أن الله يقبض أرواحهم بيده، قلت لا ينافي حضور ملك الموت وأعوانه، لأنه يحجب عنهم بشهود الله عند خروج روحه، فلا يشهد ملكا يقبضها، فلذا يسهل عليه خروجها. كان يا خصائص طبعا يعني، أو يتولى الله تعالى قبض روحه بنفسه إلى آخره، تمام كده. لكن عندنا آيات ونصوص عامة، فما نجيبش الأمور اللي فيها تكثير لبعض الأفراد نعممها. يلا بعدها قال الناظم رحمه الله تعالى: وميت بعمره من يقتل، وغيره هذا باطل لا يقبل. وغيره هذا باطل لا يقبل. قوله وميت، وصلنا الى ايه؟ هذا طبعا ده امر مساله او مبحث مهم عند اهل السنه والجماعه، وزمان كان يبقى فيه الرسول كثير في الموضوع ده بتاع المقتول له ايه؟ له اجل واحد ولا له ايه؟ ولا له اجلان. قال الناظم رضي الله تعالى عنه: وميت به بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. لا يقبل دي يعني كيف باطل لا يقبل؟ هو في باطل يقبل في باطل لا يقبل؟ هو الباطل كله لا يقبل، أما ليه معنى لا يقبل؟ ظالم هو لا يقبل، ده توكيد لباطل وتتم للبيت عشان يجي النظر كده. وغير هذا باطل ايه؟ لا يقبل. يبقى إذن مختار أهل السنة والجماعة أيضا دي مسألة اعتقادية، يعني سواء هو حيموت بعمره أو له أجل واحد أو ليس له أجل واحد إلى آخره، لكن ما الذي يجب علينا أن نعتقد في ذلك؟ مختار أهل السنة وجوب اعتقاد أن الأجل واحد لا تعدد فيه بحسب علم الله تعالى، ولا يتقدم ولا يتأخر، لأنه لو كان الأجل غير واحد أو في تقديم
أو تأخير لزم التغير في علمه تعالى وهو محال. يقول بكل إيه بصر. هذا هو اختيار أهل السنة أن الأجل واحد لا تعدد فيه بحسب علمي. ولما قلنا بحسب علمي يعني ممكن يكون الأجل متعدد في صحب الملائكة. واضح؟ كما ورد في بعض الآثار أنه فلان ده ممكن يعيش 120 وممكن يعيش 80، بس 80 سنة إن لم يصل رحمه أو إن لم يعمل بطاعة الله فإن عمل مد له وله أجلان في صحف الإيه. أما في علم الله تعالى أجل واحد، لأن الله يعلم إذا كان هو سيصل أو سيطيع أو سيعصف. المسألة إيه منتهية في إيه بالنسبة لله تعالى. يجب أن نؤمن بأن كل مقتول ميت بسبب إيه انقضاء عمره وعند حضور أجله. ده الواجب نؤمن به. طب هنا الشيخ بيقول وميت بعمره، ليه هنا عبر بالعمر دون الأجل؟ يعني مثلا لو سئلت كده ما هو السبب الحقيقي للموت؟ يعني ممكن تقول مثلا ضربت عربية، سقط من طائرة، غرق، قتل، كده دي الأسباب. لكن لا، هذه ليست الأسباب الحقيقية، وإنما السبب الحقيقي للموت هو انتهاء الأجل. لأن كل إنسان خلقه الله تعالى جعل له أجلا لا ريب فيه محدد لا يتأخر ولا يتقدم. فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة. فإذا انتهى الأجل كان الموت بأي سبب من الأسباب أو من غير سبب. ممكن يكون نائم ومتلذذ بالطعام والشراب وفجأة يقول صحيح مات لي ذا. لماذا مات؟ لأن ما فيش آفة راح فيه ولا ميكروب دخل ولا عدوى ولا كان عنده صداع حتى أصلا، ومع ذلك مات. ليه؟ لا إجابة إلا إنه الأجل. هذا هو الإجابة القاطعة المانعة اللي هي لا يدخلها شك ولا ريب. إذا انتهى الأجل مات إيه الإنسان. لكن ما قال هنا وميت بأجله، يعني عبر عن إيه، عبر بالعمر مكان إيه، هذا لاستقامة الوزن. عشان لو قال وميت بأجل مش هيجي، مش هيجي إيه التفعيل مش هتيجي. يبقى عبر بالعمر دون الأجل حتى يستقيم إيه الوزن. ولكن في مشكلة هنا، إذا عبر بالعمر يحتاج إلى تقدير مضاف، أما إذا عبر بالأجل لا يحتاج إلى تقدير مضاف. يعني وميت ايه معنى ميت بعمره؟ يعني بايه؟ بانقضاء، يعني بسبب انقضاء عمره انتهاء اجله. فلازم نقدر الايه المضاف ده، لان العمر ده كان 60 ولا 70 مش هو سبب الايه الموت. امال ايه سبب؟ سبب انقضاء العمر. فلازم يحتاج الى تقدير ايه مضاف. انما اذا عبر باجله لا يحتاج الى تقدير ايه مضاف. وميت بعمره من يقتل، يبقى معناها ميت بعمره يعني بأجله. الأجل هو الأجل له معنى، يعني الأجل يا إما يكون انتهاء العمر أو هو مدة العمر. يعني المدة كلها نسميها أجل، زي إيه أمتعكم متاعا حتى إلى أجل. أو مثلا تقول كذا الدين أجل، أجل الدين شهران أو سنتان، يعني المدة. فالمدة كلها اسمها إيه أجل أو انتهاء المدة. فالأجل إما يطلق على المدة يعني على العمر كله أو على إيه على انتهائه. وفي عندنا معنيين، فإيه الميت بعمره؟ ما ينفعش المعنى اللي هو الأجل اللي هو ايه بانقضاء او اذا قدرنا المضاف. لانه لو كنا لو كان العمر نفسه فلا نحتاج الى تقدير ايه مضاف. وضحت ولا لسه؟ يبقى بعمره يعني بانتهائه اه بانقضاء. يبقى الاجل في اللغه كده ايه معنى الاجل؟ يعني الوقت. اجل يعني جاء الاجل، يعني جاء وقت ايه حال الاجل، اجل كذا يعني
خلاص الأجل يعني ليه الوقت. وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولآخرها. أجل الشيء يقال لجميع المدة ويقال ليه لآخرها. فلجميع المدة كما تقول مثلا هذا الرجل أعطاني دين إلى أجل. إيه هو الأجل؟ نقول له شهرين المدة كلها لي. إنما لما تيجي تقضي الدين تقضي عند انتهاء المدة. قال أجل إيه؟ جاء أجل الدين عند انتهاء المدة. وضحت؟ أي نعم تمام كده. وقاعد بس المراد هنا إيه؟ انتهاء ليه العمر. وغير هذا باطل. يعني ده كلام جديد استئناف بياني يراد به مذهب او مذاهب المخالفين. يعني عاوز يقول لك احنا عندنا كده ان المقتول ميت بسبب انقضاء اجله وانتهاء عمره وليس بسبب قتل القاتل له. فلو لم يقتل لمات، لانه ايه سبب في الموت انتهاء الاجل. انما لو كان السبب فيه القتل يبقى معناها اذا لم يقتل كان عاش. انما احنا نقول اذا لم يقتل كان ايه كمل. وميت بعمره من يقتل. وغير هذا يعني عندنا لم تحكم نقولها كده عامه لانه غيرنا بيقول لا ده كلامكم انتم اللي باطل. وغير هذا باطل يعني عندنا، انما الثانيين يقولوا انتم اللي على ايه؟ على باطل. يبقى هذا استئناف بياني يراد به بيان مين؟ ها؟ مذهب المخالف. ايه اللي خلى اهل السنه والجماعه يقولون ان المقتول ميت بسبب انقضاء او انتهاء اجله، انتهاء عمره. الذي دعاهم لهذا عموم الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، أن كل هالك يعني فاني أو ميت يستوفي أجله من غير تقدم ولا تأخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه، يعني معناها لازم يموت عند انتهاء، سواء يموت بضرب السيف بحاجة تطلق عليه من فوق بمرض بوباء من غير حاجة، المهم لازم إيه يموت. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه يستأخرون. أمال المعتزلة إيه اللي خلاهم قالوا إن المقتول ده ليس ميتا بسبب انقضاء عمره، وإنما مات بسبب قتله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجل الموت. فكأنه المقتول له أجلان، الأجل اللي هو بتاع الموت على فرض إنه مش هيقتل، والأجل بتاع إيه القتل. أمال القاتل يقتص منه ليه ويدفع ليه الدين ويعاقب بالخلود عشان ايه؟ عشان قطع على المقتول أجله الذي لو لم يقتله لعاش إليه. وجعوا دليلكم منين؟ قالوا ما تعال انتم بتقولوا بسبب انقضاء عمره، لكن ممكن الواحد عمره كم سنة مثلا؟ 80 سنة. ممكن واحد ايه يقطع عليك الـ80 دي، يعني عندي 60 يقول لك خلاص الـ20 دول بلاش منهم انا هخلص لك منهم، يروح ياخذ اجلك قبل معاده. دليلكم منين؟ قالوا مش قال الله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر ولا ينقص من عمره الا في، يعني معناها ممكن ينقص ايه من عمر الانسان، يعني بلاش بدل ما هيعيش 100 كفايه كده ايه 60، خلاص الناس ملت منه شيل ايه اجل. شاول الايه يقول وما يعمر ايه ولا ينقص، يعني ممكن ينقص من ايه من عمره. هم ما فهموش الايه، يعني لانه الانسان في انسان عمره زايد وفي انسان، ان اعمار الناس ليست واحده. فمعنى الايه وما يعمر من معمر ولا ينقص من معمر اخر، مش هو يعني واحد زيد في عمره واحد نقص فيه في عمره، وحذفت المعمر اخر لدلاله الاول ايه عليه. وده في اللغه معروف يعني او في علم البلاغه ايه معروف، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني الضمير ده ولا ينقص من عمره.
ليس الايه للاول ولكن للمحذوف، واضح؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر اخر، المحذوف ده وان لم يذكر لدلاله ما قبله عليه. ده الاحاديث الايات كده مش كده؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه. وحديث مشهور معروف صحيح ان روح القدس ايه نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجل. وكثير احاديث وايات في هذا المعنى واضحه كالشمس. وهذا هو مذهب اهل السنه، ان كل مقتول، كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور اجله في الوقت الذي علم الله تعالى حصول موته فيه أزلا، يبقى مات ليه المقصودة بسبب انتهاء أجله، لأن الله تعالى علم أزلا أن روحه أو أنه سيموت في هذا الوقت، ويكون موته بخلق الله تعالى الموت من غير مدخلية للقاتل إلا لاكتساب، لأن القاتل إيه باشر أو أخذ الآلة ولكنه لم يخلق الجرح أو الموت، ولكن الله تعالى خلق هذا الموت عند مباشرة هذا القاتل لأسباب قتل. فكأنه القاتل ده ممكن يضرب واحد بالنار وما يموتش، ما يطلعش، يحصل كثير جدا. وممكن اول ما تيجي ما تجيش فيه الرصاص وتروح تلقاه وقع ميت، ممكن تيجي فيه 70 رصاص او ما يموتش. اذا الموت ده ليس فعل القاتل انما هو فعل مين؟ امال القاتل عمل ايه؟ بس المباشره وايه؟ والكسب فقط. ولهذا يعني لاجل ان القاتل مكتسب وجب عليه القصاص بس فقط عشان هو اكتسب، ولان الله تعالى نهى عن ذلك. ومعنى بدليل انه القاتل ده مش في كل حاجه بيكون آثم، ممكن يكون القاتل مأجور على القتل، مش كده؟ نعم، واضح. ومعنى المقتول ميت بأجله ان قتله لم يتولد من فعل القاتل، ها، وانما بخلق الله تعالى، وانه لو لم يقتل، افرض لم يقتل في الوقت ده، لم يقطع بموته ولا بحياته. يفترض مثلا على فرض انه لم يقتل، هل نقول لازم كان حيموت في الوقت ده؟ مش لا. ليه؟ لانه اذا كان علم الله تعالى انه يموت في وقت اخر يموت فيه، او لاننا لم نطلع على ايه ما كان في علم الله فنقول ايه جائز. هذا ايه قبل القتل، خد بالك، يعني مثلا واحد راح يقتل واحد يترصد ليه، وقلنا اذا قتله هيموت مش كده، واذا لم يقتله ممكن يموت وممكن ايه ما يموت. طيب اما بعد القتل يبقى معناها اذا لم يقتله لمات قطعا. ليه؟ لانه خلاص علمنا بالقتل انه حان ايه اجله، انما قبل القتل هل كنا نعلم؟ يبقى نقول قبل القتل جائز يموت وجائز ايه يعيش، اما بعد القتل ما ينفعش يقول لو لم يقتل زي المعتزله لا عاش، تبقى تهديد. يبقى عند اهل السنه والجماعه انه لو لم يقتل، خد بالك، لجاز ان يموت في ذلك الوقت او لا يموت فيه، مش كده؟ يعني يجوز يموت ويجوز ما يموتش. طيب ليه قلنا كده؟ لانه لا اطلاع لنا على علم الله تعالى، فهذا التجوز ذاتي على فرض عدم قتله. ده الكلام ده على فرض انه ما اتقتلش، والا فقد بان بقتله ان الله علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف ابدا. يعني بعد ما يتم القتل بالفعل ما نقولش عاد لو ما قتلش كان ايه؟ كان عاش. بدليل لما تاسفوا على شهداء احد وقالوا لو كانوا عندنا ما قتلوا، مش كده؟
وقالوا يعني لو كان لنا من الأمر شيء لو دبرناه ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، ده بعد القتل، ده مش قبل، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إذا، ده صريح الآيات واضح جدا بمعنى هذا. تفضل. بان بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت، ما يتخلفش، لكن بعد القتل نقول ايه؟ طب لماذا قبل القتل قلنا ممكن ايه يموت وممكن ما يموت؟ مش مطلعين على العلم، مش كده؟ ولذلك ابليس لما قال لله تعالى انت امرتني بالسجود لادم ولم ترده مني، خلاص انا ذنبي، فلو اردته لوقع. فقال الله تعالى له متى علمت اني لم اريد، والله تعالى لم ينفي انه ايه ما اراده حقيقه، أن الله تعالى اراد منه الا اسجد بدليل ايه انه لم يسجد، لانه لو اراد الله تعالى وكل شيء كائننا اراده ان يكن بضده قد امر، فطالما الشيء كان اذا هذا دليل على ان الله تعالى اراد، لكن قبل ما يكون احنا مش مطلعين على ان ربنا اراد، فكيف علمنا انه اراده بعد وقوعه؟ فالله تعالى يقول له يا ابليس متى علمت اني لم ارده منك؟ قبل ان تأبى ام بعد؟ راح ساكت شويه كده راح قال لا بعد، قبل ما كنت عارف كان ممكن اسجد. قال فبذلك اخذته. إذا الإنسان بعد ما يمد بالفعل ما نقولش الكلام ده حنصادم آيات القرآن، لكن ممكن قبل نقول إيه ممكن، صح ولا لا؟ يبقى إذا بان بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف، فبعد القتل نقول لو لم يمت لو لم يقتل لمات قطعا. ليه؟ بخلاف قبل، أنه لو لم يمت للزم التغير في علم الله تعالى وهو محال، ما بفعل. وهذا ما قررته الآيات التي ردت على مين؟ على من تحسر على قتل المسلمين يوم أحد، عندما ذكر في آية آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، قل لو كنتم في لبرز الذين كتب، شوف كلمة كتب عليهم القتل، خلاص بالأمر. ثم واحد يسأل سؤال ثاني، قاتل نفسه، ده واحد قتل نفسه، لما هو ممكن واحد شهيد يدخل في المعركة ويتسبب في قتل نفسه، ممتاز ده، ده ليه روح النار وده ليه روح الجنة؟ إذا قاتل نفسه يحاسب بالنار لأنه فعل ذلك إيه؟ بدون أمر الله، بل عكس، بل ضد الأمر، لكنه لم يفعله مستقلا بغير قضاء الله، لأن الله تعالى إذا لم يقدر عليه ذلك لما فعله. طب اللوم لماذا يلام قاتل نفسه أو يعذب في النار خالدا؟ لأنه قتل نفسه بغير أمر من الله، فكأنه هدم ملك الغير بغير إذنه، وذلك حرام طبعا. بخلاف الشهيد فإنه لو ألقى بنفسه في المعركة ومزقته السيوف وقتل فهذا قتل نفسه بأمر الله، إنما الثاني بغير إيه؟ بغير أهدى. الفرق بين المنتحر وبين مين؟ وبين الشهيد. لأنه لو واحد مثلا رمى نفسه في المعركة وما عرفش يقاتل فمعناها إيه؟ خلاص يعني ألقى بنفسه، لكن ده مأمور به وده غير إيه؟ وهذا غير مأمور به. يلا قوله وميت بعمره من يقتل، أي إنه مما يجب اعتقاده أن الأجل واحد لا يتعدد حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، يعني ما فيش أجلين، هو أجل واحد. أمال المعتزلة إيه اللي خلاهم تمسكوا إنه الإنسان ليه أجلين؟ قالوا أصل الحق تعالى في القرآن غاير بين القتل والموت، قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل، يبقى الموت حاجة والقتل حاجة تانية، بل في آية كده صريحة ولئن متم أو، فلو كان القتل والموت واحد يبقى ليه
ليه ربنا قال او قتلتم مدامت واحد؟ قال لك لا، ده كلام مين؟ ده كلام المعتزله. لكن اهل السنه قالوا يعني ولا ان متم يعني بغير سبب ظاهر، او قتلتم يعني متم بسبب، اذا القتل هو الموت، ولكن القتل موت بسبب، بسبب ظاهر، اما الموت بسبب غير ظاهر، وكلاهما ايه؟ اذهاب الروح، لانه مش معقول يكون مقتول وحي. ما يجيش ما يجتمعش، فالموت هو القتل. لو كان كلام المعتزله صحيح يبقى يجتمع القتل مع الحياه، اذا كان مش هو الموت، لان الموت ما يجتمعش مع الحياه. فاذا كان القتل هو الموت يبقى اذا القتل غير الموت، لما لا يمكن اجتماعه مع الحياه، لا يجتمعان في شخص ان يكون حيا ومقتولا، لكنه مقتول يعني ميت، يبقى القتل هو الموت. اما اللي هو لئن متم او قتلتم يعني متم من غير ايه؟ اسباب ظاهره، او قتلتم يعني باسباب ظاهره. اي انه مما يجب اعتقاده ان الاجل واحد لا يتعدد، حتى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، وان كل انسان يموت عند حضور اجله من غير مدخليه للقاتل فيه، فانه لو لم يقتل لجاز ان يموت في ذلك الوقت، وانما القتل سبب لموته. قال بعضهم ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. يعني الموت واحد، إذا لا يبقى القتل ده يعتبر سبب من أسبابه، المرض، الطاعون، السم، شو كده؟ كل ده يعتبر أسباب، لكن الموت واحد، واضح؟ وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن القاتل قطع على المقتول أجله، فلو تحفظ منه لعاش إلى تمام أجله. ويرد عليهم بأنه يلزم عليه أن الله مكره. فين هذا؟ فين هذا؟ وفي هذا رد على المعتزلة القائلين أن القاتلة، المعتزلة بيقول كده، القاتل لو لم يقطع على المقتول أجله لما كان القاتل يقتص منه ولا يؤاخذ ولا يعاقب إلى آخره. فلو تحفظ يعني ايه المقتول، مش كده؟ لعاش الى تمام اجله. و هو شكلها يرد يا مولانا، لا ويرد، ويرد عليه بانه لو يرد عليه كمان انه، وممكن يرد برضه الايراد هنا رد، نورد عشان نرد فجاي، ويرد عليهم بانه يلزم، يعني يرد عليهم هذا الالزام، وهذا الالزام نرد به عليه ممكن. ويرد عليه بأنه يلزم عليه أن الله مكره، وأنه يقع في ملكه ما لا يريده. وعندهم المعتزلة كده بيقرروا كده أنه ممكن يقع في ملكه تعالى غير ما يريده، لأنه عندهم الإرادة غير الإيه؟ غير الأمر. وهذا منهم بناء على أن العبد يخلق أفعال نفسه وتقدم بطلانه. باطل. إذا عرفنا كده مذهب أهل السنة في المسألة دي أنه المقتول له إيه؟ له أجل واحد، وبعد أن يتبين لنا قتله نقول لو لم يمت لمات، لو لم يقتل لمات قطعا، لأنه لم يترتب على كده المتغير في علم الأداء. نعم. يقول فإنه لو لم يقتل لجاز أن يموت، لجاز هو يموت قطعا. لا لا، لجاز هذا قبل أن يقع القتل، إنها قبل العلم، أما بعد لا يبقى قطعا. الأول قبل جائز، أما بعد واجب. قوله وغير هذا باطل لا يقبل، أي غير ما تقدم غير مطابق للواقع. أي غير هذا؟ يعني الأقوال التي وردت تخالف أقوال جماعة أهل السنة، منها قول الكعبي، والكعبي ده بيمثل مين؟ يقول الكعبي أو يذهب إلى أن المقتول ليس بميت، الميت شيء والمقتول شيء ثاني، لأن القتل فعل العبد والموت فعل مين؟ فعل الرب. يعني عاوز يقول أن القتل ده فعل العبد معروف، العبد يقال له قاتل كده، والله تعالى لا يقال له ذلك، ولكن يقال محي وإيه ومميت. فالموت فعل الله، والقتل فعل مين؟ فعل العبد.
وهذا يعني إيه كلام المعتزلة؟ يعني أن للمقتول أجلين، أجل القتل وأجل الموت، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت، ولأجل هذا يعذب القاتل ويؤاخذ ويعاقب ويقتص منه. وقال كثير منهم إن القاتل قطع على المقتول أجله، قطع له الأجل. وتمسك الكعبي وأمثاله بهذه الآيات، أفإن مات أو قتل، وبقوله تعالى ولئن متم، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، جمعنا كده الموت غير القتل. أما أهل السنة قالوا متم يعني بغير سبب ظاهر، أو قتلتم يعني بأن متم بسبب ظاهر. ولذلك الكلام اللي تمسك به الكعبي أو تمسك به المعتزلة أنهم جعلوا القتل قسيما للموت، يعني الموت والقتل، وإحنا لم نجعل القتل قسيما للموت، ولكن جعلناه سببا من أسباب الموت، وليس قسما آخر مغاير للموت. وتمسكوا بأدلة عقلية، منها أنه لو مات اللي هو مين؟ المقتول، لو مات بأجله لم يستحق القاتل عقابا، ولم يتوجه إليه قصاص ولا غرم ولا دية. لو كان ميت كده كده ميت أنا خلاص، واضح كده؟ ده كلام مين؟ كلام في كلام ثاني ألعن من كلام المعتزلة أو أشنع، اللي هو كلام مين؟ كلام الفلاسفة، لأنهم قالوا الحيوان ده له أجل، بس قالوا الأجل ليس بتقدير الله تعالى، زي ما قلنا إذا جاء أجله أو لكل أجل كتاب، ولكن قالوا الأجل ده عبارة عن أجل طبيعي، يعني تتحلى الرطوبات في الجسم وتنطفئ حرارته، وفي آجال اخترامية تتعدد بأسباب لا تحصى من الآفات والأمراض. شبه الموضوع ده زي الدهن أو الزيت للفتيلة المشتعلة، فالسراج ينطفئ عند نفاذ دهنه فيحصل الموت الطبيعي، اللي هو الآجال الطبيعية اللي هي بيقولوا عليها من 100 إلى 120، وهذا يختلف باختلاف الأنسجة من مكان إلى إلى مكان. وقد يعرض للحيوان من الآفات مثل السموم أو الحروب أو الأوبئة ما يفسد مزاج البدن ويخرجه عن صلاحيته لقبول الحياة، وهذا هو الأجل الاخترامي. يعني بيقولوا المدة عبارة عن عند الفلاسفة إنه الأجهزة اللي في الجسم أو الأنسجة الكيميائية اللي هي بتحرك الجسم أو تجعله حيا لها صلاحية، معنى بالطبيعة حسب الطبيعة كذا ما تزيدش عن كذا، فإذا انتهت صلاحية فسد نظام الجسم فأدى ذلك إلى الموت. ده الأجال الطبيعية، بحيث أنه لم يمرض، لم يتعرض لوباء، لغرق، لقتل، لهدم. في حاجات تانية تخرم زي يقول فلان اخترمته المنية، عاوز أقول لك يعني اللي اخترمته المنية ده ما خدش أجله الطبيعي، يعني مات قبل يعني كأنه كلام المعتزلة ده مأخوذ من كلام مين؟ بس المعتزلة مؤمنين بالأجل والقضاء، إنما الفلاسفة مش مؤمنين بحاجة. يقول لك العمل ومن يقل بالطبع، كلامهم بأن هذا من طبائع الأشياء، لذلك عندهم الإنسان لو سلم من جميع الآفات والأمراض والعلل مش هيعيش أكثر من 120 سنة. طب والكلب قالوا أكثر حاجة 18 سنة، والتمساح 200 سنة، عملوا أعمار لكل الحيوانات. التمساح قالوا يعيش 200 سنة، في حاجة تعيش 500 سنة، الغراب يعيش 100 سنة، ما يموتش قبل الغراب شفته يعيش 100، والقط 18 سنة، الدجاجة قالوا أكثر حاجة تعيش 10 سنين، والقط 25 سنة، والكلب 18، عملوا أعمار للحيوانات بحسب زي متوسط كده أو الاستقراء، لكن مش مؤمنين بديل يسموها الأجال الطبيعية. لكن أفرض القط اللي هيعيش 18 سنة ده أو الكلب اللي هيعيش 25 سنة حطت له سم يموت وهو 10 سنين، يقول لك لا ده ده اخترام، ده كلام الفلاسفة ألعن وأسوأ من كلام المعتزلة. يلا
قوله وغير هذا باطل لا يقبل، أي غير ما تقدم غير مطابق للواقع. يعني الأقوال اللي سمعناها هذه، كلام المعتزلة، كلام الفلاسفة، كلام الكعبي، كلام مش عارف مين، كله باطل. فلا يقبل عند العقلاء المتمسكين بالحق. خلاص؟ لا لا كده كويس. نعم. كده فهمنا البيت ده. وميت به بعمره من يقتل وغير هذا باطل. ولذلك احنا سبحان الله حتى الامثله بتاعتنا اللي احنا بنقولها في المجتمع برضو ايه بحسب ايه تاثير العقائد اللي احنا ماشيين بها. نقول لك لو صبر ليه ها القاتل على المقتول ها يبقى المثل ده ايه صحيح، يعني ماخوذ من ايه تبع الامام الاشعري المثل ده. يقول لك يعني لو صبر القاتل على المقتول كان ايه يبقى معناها الموت الميت اجل واحد ما فيش اجلين. أما القاتل يعاقب ليه؟ لأنه اكتسب ذلك وارتكب أمرا حرمه الله تعالى. لكن من الذي يخلق الموت والذي يخلق الحياة؟ الله بدليل أنه يتخلف كثير. في إنسان ممكن يضرب بالآلم أو بمدفع ويموت، في إنسان بنصف رصاص. فالحكاية مش يعني طب المعتزلة عندهم أن المقتول له أجلين ليه أجلين؟ طب غير المقتول له أجلات أو أجلات عند المعتزلة؟ لا غير المقتول معانا يعني في الميت العادي مع أهل السنة هم، ما فيش فرق بين أهل السنة والمعتزلة في الموت العادي. القتل فقط اللي هو قالوا عليه له أجلين، أما الميت اللي هو طب. لكن في حاجة تانية عند أهل السنة مش عند المعتزلة، أحاديث تدل على إنه ممكن إيه العمر يزيد مش كده، أو مثلا من سره أن إيه أو فل إيه أو يبارك له أو يزاد لا يزاد يزاد في رزقه. هذه الأحاديث تحمل على إيه الزيادة بمعنى البركة وليس بمعنى أنه يزاد زيادة حقيقية. لا في الزمن يعني مبارك فيه ذكره يقلد ينتفع به، يعني في مدة مثلا 20 سنة يعمل حاجة أنت مع غيره ما عملهاش في 300 سنة. أهو معنى الزيادة هنا بمعنى أن يبارك له فيه في عمره. أما الآجال والأعمار ده عارف وانت في بطن أمك ترسل الملك لما يتكون الجنين 4 أشهر يؤمر أن يكتب إيه 4 كلمات يكتب إيه رزقه وإيه وأجله وشقي حاجة يعني إيه ما عاوزش كلام مين؟ هذا هو الجمهور. لكن بعضهم قال إنه هذه الزيادة زيادة حقيقية، يعني ممكن اللي يصل رحمه أو مثلا إيه البركتان فأن يصل رحمه قال إنه فعلا زيادة حقيقية، يعني مثلا بدل ما يعيش 60 سنة يعيش 80، يعني معنى كده له أجلانة كده. قال له بس لكن هذا ليس في علم الله، ده في صحف الملائكة بس، يعني مثلا مكتوب في صحف الملائكة انه فلان ده عايش 80، اذا لم يصل رحمه، اذا وصل رحمه يعيش مثلا 90، ولكن الاجل الحقيقي يعلمه الله تعالى اللي هو مبرم عنده، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، يعني الاجال عنده صلى الله على سيدنا محمد. خلاص كده الدرس انتهى، ما فيش بعد المغرب. الله